وده اللي حصل النهارده امام طلائع الجيش، برغم ان الاسماعيلي الحقيقه كان متقدم بهدف عبد الرحمن مجدي، لكن خلينا نقول ان ده نتيجه جيده بالنسبه للاسماعيلي، ما يبعدش او لو حصل اي زي ما بنقول هزيمه بتبقى مشكله كبيره جدا لنادي الاسماعيلي. خلينا نروح لاستاذ محمد جمال عضو مجلس، دكتور محمد جمال عضو مجلس اداره نادي الاسماعيلي، والحقيقه الموقف الخاص بنادي الاسماعيلي في التوقيت الحالي، واكيد فكره انك تكمل في كل مباراه من غير هزيمه ده في حد ذاته شيء جيد لغايه لما الامور تتحسن بشكل ما في فريق الاسماعيلي. دكتور محمد جمال تحياتي لحضرتك. ازي حضرتك كابتن محمد؟ تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك وكل طبعا حبايبنا في الاسماعيليه الحقيقه. الله يخلي حضرتك كابتن محمد. يعني برضو نتيجه النهارده مرضيه لحضراتكم؟ يعني كنا نامل ان احنا نفوز، وكنا حاطين عينينا على الفوز الثالث على التوالي، خصوصا ان الفوز بيجيب فوز. والولاد دلوقتي احنا في منطقه يعني الحمد لله مريحه بالنسبه لنا في الجدول، ما فيش ضغوطات علينا، فرفعت الضغوطات عن اللعيبه بتخليهم يقدموا افضل ما عندهم، وبتخلي الفوز يجي بعد يجيب فوز بعديه ويخلينا في مكان افضل في الدوري. انما الحمد لله على كل حال، طبعا كنا نامل في الفوز النهارده، انما التعادل يعني زي ما حضرتك قلت، لو ما اخدتش الثلاث نقط فانا ما ينفعش الفتره دي ان انا اختار ان شاء الله. صحيح. المستوى الفني بالنسبه للاعبين شايفه تطور يا استاذ محمد؟ جدا بشكل كبير جدا يا كابتن محمد. يعني في مستوى فني ملحوظ لبعض اللعيبه، وتطور اداء الفردي لبعض اللعيبه، والاهم تطور اداء الجماعي. احنا بنلعب كوره لينا طريقه لعب واضحه، الاسماعيلي بقى لنا كام سنه فاقدين الهويه. صحيح. فاحنا السنه دي مش احسن حاجه احنا عايزينها، ومش ده الاسماعيلي اللي احنا بنطمح ليه، انما كبدايه مجلس الاداره، بدايه الجهاز الفني، احنا لينا شكل واضح في الملعب، بنروح على الجون كتير، بنخلق فرص كتير، يمكن ما بنستغلش كل الفرص اللي بتجيلنا. معظم الاهداف اللي بتدخل فينا باخطاء دفاعيه بسيطه جدا، كان يمكن مع شيء من الخبره ان احنا نتفادى الاخطاء دي. والنهارده احنا انا شايف ان في خطا تحكيمي واضح. يعني انا مستغرب جدا ان من حاجه، بس انا هعترض يعني مش بعترض عليها برضه. دكتور في اي كوره؟ كره الجون، كره محمد الهدف. عمار. تمام. محمد عمار هو بيلف يطلع الكوره من وسط اثنين، فبيلف وسطه 180 درجه، اخذ زقه في ظهره واضحه جدا. الزقه دي تبان ضعيفه، بس عشان كده بنقول الحكام اللي لعبوا كوره بتفرق جدا. حكم الفار عبد العزيز السيد النهارده ما استدعاش، وليه خطا الماتش اللي فات، وانا مستغرب انا ليه يجيلي نفس الحكم في ماتشين ورا بعض. على فكره دي ملحوظه حضرتك بتتكلم عليها، ويعني كذا مسؤول في كذا نادي، ان في حكام بيبقوا متواجدين باستمرار لنادي معين او لانديه يعني متكرره. يعني انا ليه يجيلي نفس الحكم الفار في ماتشين ورا بعض؟ الماتش اللي فات ماتش الداخليه قبل الجون بدقيقه، انا ليا ضربه جزاء مليون في الميه لاحمد الشيخ، اوفر من عبد الكريم مصطفى، المدافع زق احمد الشيخ جوه المرمى، زقه بايده زقفه كامله بايده الاثنين جوه المرمى، والكابتن عبد العزيز السيد رفض ينادي الحكم او يقول له ان في مشكله، في حين ان هو في الجون نادى الحكم، وكان ممكن يعمل مشكله مع ان الجون التحام عادي جدا، وعمر الساعي كان لاعب الكوره بدماغه. النهارده في الجون اللي داخل فينا محمد عمار بيلف وسطه، لو في وضع طبيعي بيحط ظهره وتزق الزقه دي ما تتحسبش، انما ده بيلف وسطه عشان يطلع كوره، حصل خلل واضح جدا، عدم اتزان حصل للاعب. عدم اتزان ده نتيجه الدفع. ما تقوليش الدفع هنا قويه ولا مش قويه، لان وضع اللاعب التشريحي مش وضع سليم، هو بيلف وسطه 180 درجه، مع اي زقه بسيطه هيحصل كده. حصلت الزقه دي فقد توازنه. طيب يعني انا فاهم قصد حضرتك طبعا. طب هل هيكون في اجراء او بيان او تقديم شكوى بخصوص التحكيم في المباراه النهارده؟ والله انا يعني هطلب من مجلس الاداره كده النهارده، يعني هطلب من المجلس كامل ان احنا نقدم الشكوى. ليه يجيني نفس الحكم الفار وهو عامل اخطاء في ماتشين ورا بعض؟ تمام. يعني هل ما فيش حكام تانية؟ هل ما فيش حكام موجوده؟ وليه الحكم في الاخطاء مصمم ان هو ما يستدعيش الحكم يوريها له؟ يعني سواء الماتش اللي فات رغم انه استدعى في الخطا اللي هو شافه عليا وكان هيعمل مشكله لولا الكابتن احمد جمال شاف ان الكوره ما فيهاش تدخل على عمر الساعي يكون عبد الرحمن مجدي، كان ممكن برضه الكابتن عبد العزيز السيد يعمل مشكله كبيره بسبب ان هو استدعى الفار في الجون بتاع عبد الرحمن مجدي رغم انه ما استدعوش في بين الليه ضربه جزاء صحيحه مليون في الميه قبل الجون بدقيقه على طول او بدقيقتين. والنهارده برضه كابتن عبد العزيز السيد تاني، فانا يعني دي حاجه انا ببدي اعتراضي عليها. تمام. وهامل يعني هطالب يعني الاجراءات اللي هي اللي زي ما نقول كده رسميه، لو نادي الاسماعيلي عايز ياخدها ياخدها بشكل ما يعني بالظبط كده. طيب.